إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جولة تفقدية غرفة الطيور والمنظر فيهم شوية في الماء مبقاش ليهم. نرى جبت ليهم هذا الكسكس السميد، هذا المويان عنده حجم متوسط، ارى حتى انهم كياكلوا مزيان وراه مزيان. هذا كياكلوا به الفريخات بحال الباطي. ارى نحطو لهم في الميكاليه نتوما حتى ياكلوا هنا كياكلوه يعني يعجبهم، نبقى نعطي لهم نقدمو لهم راه يكون مزيان. الحاجه اللي كناكلوها حنا راه اكيد راه تكون هي مزيانه حتى للطيور. راه كيما كندخل كنجيب ليهم ما قلت لهم واحد جوج ورقات هنا ديال التفاف، هنا كيبان ليا الهيه هاد العش مع مرقة اللي فتو بان ليا كاين واحد الفرق الهيه كيقر. غنحاولو نجيب داك العش ونشوفو شنو فيه، ولا كان فيه شي فريخات ركبو ليهم خويت ماتي ديالهم قبل ما يخرجو من العش. الله يسر. نطلعوا دابا نبداو هذاك العش اللي فيه، باش كانوا شي فريخات خاصهم يتركبوا لهم خواتهم نجبدوهم من دابا. بسم الله لا ما كاينش، كاين هذا الفريخ هذا وهو ديجا راكب لي الخاتم ديالو. نرجع للعش البلاصتو، الباطي راه مبقاتش عندهم، نزيدهم شوية الباطي، غادي راه عمرتها ليهم، غادي راه كسكس، راه مزيان، وهنا نزيدهم شوية الباطي، الباطي راه مخلطة مع اللوز، الطحون، والسبيرولين. هنا عمرت ليهم الما ديالهم، غنضيفو فيه معلقة ديال التفاح، بخل التفاح، راه مزيان، ثم نعمرو النصف تقريبا ديال هاد البلاقة، ونفولو، نعلق لهم دابا هنا الشراب. هنا عمرت لهم الماء ديال الاستحمام، هنا يدوشو الحال شويه سخون، وكما كتعرفوا راه تدوش مزيان الطيور كيحسوا بالراحه وما كيبقاوش مسترسين، تدوش راه مزيان. وهنا ضروري نضيف داك الماء شي حاجه اللي غتعاونهم، تنضيف الريش ديال الطائر وحتى الجلد ديالو. هنا كاين الحلبة، نضيف ليهم شوية الحلبة، وهذا ملح الهيمالايا أو الملحة الحية، كتكون بهاد الشكل. الملحة الحية راه مزيانة كتنظف الجلد ديال الطائر السموم، حتى نشرب منها راه غنية بالمعادن، الملحة هذه راه غنية بالمعادن اللي كيحتاجها الطير، والحلبة راه غنية على التعريف تاعها. نضيفو هنا شوية كمية قليلة كيف المعتاد، هادي تا نشرب منها الطائر الحلبة راه كتفتح الشهية للطائر. نضيفو قطعة صغيرة من الملح هكا، وراه هادي راه غدوب في الماء. هما شوية غيهبطو دابا يستحمو، اللهم بارك في الطيور ديالنا، الحمد لله، أمورها غادا مزيان، إن شاء
تبارك الله على الوينات حطيها، الله يرزق كل واحد. ولهي راه باقي نزيد ان شاء الله شي عشاش ديال الخشب، باقي نزيدهم من تما داك الصف باش ديما يكون عندنا الاعشاش اكثر من الطيور اكثر من الازواج، هكا ما نلقاش لنا مشكل داخل الغرفه ديال الطيور. الله يسر الجميع باذن الله.